جديد من ايام مونديال كره اليد مصر 2021. منتخب مصر للاسف بيفرط في صداره مجموعته بعد خساره غريبه قدام السويد، وبكره ان شاء الله في ماتشات مهمه ايضا تهم منتخبنا الوطني سواء من سلوفينيا او الفرق المجاميع الاخرى. وبكده هندخل طبعا في حسابات مختلفه في مرحله تانية هتكون اكثر قوه وصعوبه، بس باذن الله كلنا ثقه في رجاله منتخبنا ان احنا نوصل لابعد مدى في هذه البطوله. كده ما عندناش خيارات كتير، انت لازم تكسب روسيا وتكسب بيلاروسيا وتكسب سلوفينيا، يعني ثلاث ماتشات، لان انت طالع عندك نقطتين، روسيا طالع عندها ثلاث نقاط، السويد طالع عندها اربع نقاط، دول الثلاث فرق اللي موجودين في مجموعتنا، السويد مصر مقدونيا الشماليه. خلاص بتتلغي ماتشات او ماتش تشيلي بتتشال نتيجته. على الجانب الاخر المجموعه اللي هنقابلها بيلاروسيا وروسيا وسلوفينيا، دول احنا اللي هنلعبهم في الايام القادمه ان شاء الله، البدايه مع روسيا يوم الاربعاء وبعد كده سلوفينيا وبيلاروسيا او العكس. طيب يبقى كده منتخبنا الوطني طالع عنده نقطتين، بنامل ان السويد تكسر في المنتخبات الباقيه وانت تكسب كل ماتشات او على الاقل تكسب ماتشين وتتعادل ماتش. طيب اهم ماتش طبعا ماتش روسيا القادم، لان روسيا سبقانه في النقط، تبقى انت اربعه وهم ثلاثه، تبقى انت اربعه وهم ثلاثه، وربنا يكرم طبعا في الفتره اللي جايه. لكن طبعا التحكيم علامات استفهام كبيره جدا، يعني انا مش فاهم المباراه النهارده كانت بتقام في مصر ولا في حته تانية، وايه اهميه ان الحكم يكون نرويجي والمدير الفني للسويد نرويجي، مش فاهم يعني الكلام ده. كنا بنعاني منه في 2001 كنا كسبانين فرنسا على ارض فرنسا والتحكيم تدخل في كل مره او في كل ماتش، في اليد بالذات التحكيم بيتدخل، التحكيم يتدخل وعلى ارضك، مش فاهم يعني ايه الفير الجامد قوي ده زياده عن اللزوم. دكتور حسن مصطفى فين؟ انت راجل فير وما تتدخلش وكل حاجه، بس ايه ده اللي بيحصل ده عندنا؟ يا معانينا من التحكيم، يا معانينا من التحكيم، واحنا حتى عيال صغيره بنتفرج على الماتشات لما كانت تتذاع في رمضان، حسام غريب والعطار وسامح عبد الوارث واسر عمرو الجيوشي وبلال، وكانت فرقه كده كانت جامده يعني. عانينا من التحكيم، كان يخلص عليك في اخر الماتش. النهارده على ارضنا وكاس العالم موجود على ارضنا، اكنك بتلعب فين؟ حاجه غريبه جدا، اخر ربع ساعه يعني فاولات عكسيه وحاجات غريبه كانت بتحصل. كان في تقييد لمنتخبنا الوطني. وعلى يعني غرار الكلام اللي انا بقوله، النهارده في المسؤولين تقدموا باحتجاج رسمي على حكام مباراه مصر والسويد. يعني انا ده خلاص قرار اتاخد واتقدم، لكن ده حصل بالفعل. طيب